ومعي على الهاتف في القبطان سيد شعيشة مستشار هيئة قناة السويس. كابتن شعيشة مساء الخير يا فندم. مساء النور يعني رئيس. اهلا بيك، وطبعا ايام صعبه عليكم كلكم. لا الحمد لله الحمد لله. قول لي انت مشارك في التحقيقات اللي بدات على السفينه ايفر جيفن؟ لا احنا هنبدا التحقيق بكره ان شاء الله. ان شاء الله. هل مثلا القبطان السفينه او السفينه سلموكوا الصندوق الاسود، سلموكوا الاوراق الخاصه بالسفينه، ايه الوضع بالظبط؟ لا ما سلموناش حاجة، احنا طلبناهم وهم ما سلموناش حاجة لسه، وما ردوش على البريد الالكتروني بتاعنا. فاحنا هنطلع ان شاء الله بكرة على السفينة، هناخد الوثائق دهيت وهناخد الداتا المسجلة عن السفينة قبل الحادثة واثناء الحادثة وبعد الحادثة. طب اشرح لي كده قبطان شعيشة، اشرح لي، احنا عارفين مثلا او بنسمع عن التحقيقات فيما يتعلق بالطائرات، احكي لي التحقيقات فيما يتعلق بالسفن وحوادث السفن، بيبقى فيها ايه؟ ايه الورق المطلوب؟ بتعملوا ايه بالظبط؟ احنا عايزين صورة من شهادات السفينة، عايزين شهادة السفينة ان هي دخلت سجل الحوادث بتاعها، هل هي عملت حوادث قبل كده ولا لا؟ هل هي دخلت الحوض للاصلاح او للصيانه؟ المعدات اللي عندها لها ساعات تشغيل زي الرادارات اللي هي بتحدد اتجاه السفينه، هل الساعات دي انتهت وهو شغال بيها؟ لان كل دي بتفرق في الاتجاهات والمسار بتاع السفينه اثناء الابحار. المحادثات اللي تمت في السفينه اثناء بدايه الحادثه لغايه نهايه الحادثه. التصرفات اللي كان يجب يعملها الكومندان وما عملهاش. في أجهزة إنذار بتقول له إن العمق بيتغير. هو عمل إيه لما سمع الإنذارات دي؟ وإيه الإجراءات اللي كان المفروض يعملها؟ التحقيق كله يعني كأننا كنا موجودين في المركب أثناء الحادثة، ودي التكنولوجيا الجديدة اللي هي بياخدوها من الصندوق الأسود. الصندوق الأسود كان بيتفتح زمان للحادثة، دلوقتي بيجيب أي وقت وأي أي يوم أنت عايزاه اثناء ابحار السفينه. وطبعا بتسمعوا شهادات المرشدين اللي كانوا من هيئه القناه على السفينه. كل الاصوات اللي اتكلمت اثناء دخل السفينه احنا كل حاجه هنسمعها، واستجابه الكومندان واستجابه معدات السفينه للمطالب والاوامر اللي اتطلبت، هل هي ما نفذتهاش؟ هل هي اتاخرت في تنفيذها؟ هو كان عليه يعمل ايه لما يعرف ان السفينه في وضع حرج وداخله على شحط؟ كان المفروض عليه في اجراءات يعملها. مثلا على سبيل المثال كان المفروض يعمل إلقاء للمختص، ما كانتش السفينة استعرضت في القناة. وفي إنذار بيجيله من الأجهزة نفسها إن العمق بقى متغير. هل بيبقى في قاطرات صغيرة أمام السفن الكبيرة دي يا قبطان؟ المفروض في قطرة مصاحبة لها أو بتبقى جاهزة للإنقاذ. بس هو التصرف الاول والاكبر على ربان السفينه. السفينه ماشيه وداخله في الممر بتاع قناه السويس وعلى المحور على السنتر بتاع القناه. مجرد ما العمق بيتغير هو بياخد انذار. هل الاجهزه ما ادتهوش انذار؟ هل هو عنده مشكله في الاجهزه؟ هل الحاله الفنيه بتاعت السفينه ما سمحتلهوش ان هو يعمل كده؟